هذا وأشاد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالرؤية السديدة لجلالة الملك المعظم ومسيرته الحافلة التي ترتكز على حمل مسؤولية وطنه ومواطنيه في رفع مستوى معيشتهم بما يحقق آمال وتطلعات أبناء البحرين الكرام في مختلف المجالات. في هذا اليوم المبارك احنا يعني نحتفل في البحرين حكومة وشعبا بهذه المناسبة السعيدة، مرور 25 سنة على تولي صاحب الجلالة مقاليد الحكم في مملكة البحرين. وطبعا أنا أشيد بجلالته في هذه السنين اللي قضاها في خدمة البحرين، ودائما دائما أنا أذكر يعني جلالة الملك كنا معاه في الدراسة يعني من الصغر، ودائما من ذاك الزمان وهو صغير كان دائما في باله هموم شعبه وهموم بلده، شلون انه يرفع مستواهم ويعدل معيشتهم ويشوفهم في احسن حال. وطبعا هو ترعرع عربه تحت ظل صاحب العظمه المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان الذي كان قدوه حقيقه للجميع بالإنسانية وبعطفه على شعبه ومحبة شعبه. أنا عندي كتاب أقرأ قديم كتبينه في سنة يمكن الستينات بعد ما تولي الله يرحمه الشيخ عيسى الحكم، كاتبه واحد إنجليزي، يقول أن البحرين تختلف عن الدول الثانية بسبب أميرها الشيخ عيسى، لأنه يعني يبليهم من العطف والاهتمام الكثير مما يؤدي إلى استقرار البلد وإلى آخره من هالأمور. فجلالة الملك يعني ربى في كنف والده الشيخ عيسى بن سلمان، وهو طبعا خير يعني مثل أعلى وخير مدرس لجلالته. وطبعا احنا ما ننسى بعد ان جلالة الملك الله سبحانه وتعالى يعني اعطاه الذرية الصالحة من ابنائه، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الذي ايضا انا يعني لمس فيه نفس الروح ونفس الدافع اللي عند أبوه ويده في سبيل نهضة البحرين وتطورها وشعبها الذي هو طبعا هدفه الأساسي في رعايته والاهتمام به وتطويره. وفي يعني في المناسبة الحقيقة يعجز الإنسان إنه يقول أكثر، يعني لأن كل شيء باين على 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 الواقع من البحرين تطورها في هال 25 سنة، وين كنا وين صرنا في جميع المجالات، مجالات الحكومية، مجالات السياسية، مجالات الأنظمة اللي صارت، المجالس اللي صارت في البلد، القوانين التي ألقيت وقوانين أحسن منها طلعت، يعني الكل يعرفها والكل يفهمها يعني وشايفها. فالله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعمر المديد إن شاء الله، وتبقى البحرين مزدهرة بوجوده وباهتمامه وبعطفه على شعبه.